ونبغي نوضح واحد النقطة مهمة بالنسبة لموضوع ديك الطفلة اللي ماتت. هاك الطفلة اللي ماتت ماتلنا كاملين، والطفلة اللي ماتت سواء ماتت في العيون أو ماتت في طنجة ولا حتى القويرة، أي مغربي راهو كيهمنا كاملين. فأنا بالعكس بهذه المناسبة كنعزي أهلها وكنقول لهم المصاب جلل، والله يعوض المحبة صبر. حتى شي واحد فينا ما كيبغي واحد قريب لي أنه يموت، ولكن باش يحولوها موضوع سياسي ويدخلوا موضوع سعيدة شرف غير باش أنه يديروا تصفية حسابات وانتقام مني، لا ما غاديش نقبلها. لانه هذاك الانسان اللي عنده الكونطو اللي قلتو ماجد وقال مثلا كلام، الا قال شي حاجه هو مسؤول عليها. فالدوله اللي كتستدعيهم هما اللي كيناقشوا معاهم اللي كيقولوا علاش كتبتي هذا الشيء. اما انا ندير جيم، انا مثلا كاع الا مشيت غندير جيم مثلا الحادثه انه شوقع، ما غاديش نبغي انه انسان يموت كيف ما كان نوعه، لانه مغربي من طنجه للقويره كيهمني، ما ننساوش هذا الشيء. فالصحراء ما نبغيش هذا الموضوع، هذا الموضوع راه تستهلك. الصحراء راه مغربيه بسعيده شرف وبلا سعيده شرف، الصحراء مغربيه احب من احب وكره من كره الى ابد الابدين. ما غاديش تجي سعيده شرف هي غتاكد مغربيه الصحراء. فقط وطنيتي فيا، لانه واجب عليا كفنانه نطلع على المنصه كنلبس الملحفه وكنمثل واحد المنطقه، فانا ضروري عليا كدمي مغربي وعالمي مغربي انني نمثل وطنيتي فوق المنصه. لم اقبل انني نمشي للجزائر ونغني، جيبوا لي سهره واحده عندي في الجزائر وشوفوا كم العدد ديال السهرات اللي كيجيني. ما مشيتش لانه من شروطي نبدا بالنشيد الوطني ونسالي السهره بصوت الحسن ينادي، واللي ما عجبوش الحال ينطح راسه في الحيط. فكنقولها للمره المليون، الصحراء مغربيه بيا وبلا بيا. فاللي غيدخل في هذا الموضوع فقط لانه مع بعض الاعداء وبعض الانفصاليين فعلا الحقيقيين دايرين شراكات باش يهدموا سعيده شرف ويضربوا نجاح سعيده شرف. فنجاحي بجمهوري ونجاحي بالمغاربه الحرار، بالمغاربه فعلا اللي فيهم الوطنيه الحقيقيه وليس المتسبغين والمتلصقين فعلا. فوطنيتي معروفه في بيتي، وطنيتي معروفه راه حافظه، ماشي انا نبدا نتبوز ونقول لكم راني حافظه النشيد الوطني ولا ندير اي امتحان بغيتوه حاضره فيه في سبيل الوطنيه. ولكن انسان يبدا يفاصل معايا ويبدا يجادل معايا في موضوع الوطنيه، فقلت لكم خط احمر. الله يهديكم، حسبي الله ونعم الوكيل مره اخرى.